نظم وألعاب. هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحبا، هذا أنا بليبي، شاهدوا معي. واو، كان ذلك مذهلا مثل رقصة المتميزة. رائع، أنا أحب العزف والرقص كثيرا. واو، شاهدوا هذا. واو، هذا جميل حقا. أصدقائي، اليوم أنا في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن. أنتم وأنا سنتعلم أشياء كثيرة، هيا بنا. واو، أتوازن فوق جذوع الأشجار المقطوعة. واو، مضمار العوائق هذا ممتع جدا. واو، شاهدوا هذا. أترون أصدقائي؟ هذا جذع شجرة. واو، يبدو أنه كان جذع شجرة كبيرة، ولكن الآن هو فوق الرمل وينتظرنا حتى نتوازن فوقه. واو، شاهدوا ما عثرت عليه. أوه، هذه تسمى أدوات اللعب بالرمل. هذا لونه أخضر مع الأزرق. أوه، هذا الآخر لونه أحمر مع الأصفر. لنأخذ الرفش الأخضر هذا ونغرف قليلاً من الرمل. ها نحن أولاء. ووه، غرفت مقداراً كبيراً. ملأنا وعاءً واحداً. سنملأ وعاءً آخر أو دلواً. حسناً، سأضعها هنا وأملأ الأخرى ببعض الرمل الجاف. هيا بنا. واو، رمل جاف هنا. انظروا، هذا رمل جاف ورمل رطب هنا. الرطب يشبه الوحل. وعلى ذكر الوحل، وصلنا إلى مطبخ الوحل. هنا يمكنكم صنع فطائر الوحل بأنفسكم. رائع، لدينا هذه الملعقة. أوه، وبعض الأوعية أيضاً. حسناً، لنفرغ دلو الرمل ودلو الوحل في هذا الوعاء. واحد، اثنان، لنخلطهما. واو، والآن بعد إنهاء الخلط سنأتي إلى هنا، وبعدها نملأ معاً وعاء الكعك الصغير، لكن الآن سنسميه وعاء كعك الوحل. حسناً، هيا بنا. كدنا ننتهي، فقد ملأنا ثلاث كعكات. أترون؟ واحدة، اثنتان، ثلاث. إذن لنكمل، واحدة، اثنتان، ثلاث. مهلا لحظة، ثلاث مع ثلاث، أتعلمون الناتج؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست. لدينا ست كعكات وحل، كعك الوحل، يم. هذا مضحك. حسناً، واو، أحببت المطبخ. هيا لنكمل اكتشاف. واو، لكن ما هذه؟ واو، تبدو مضخة ماء. مثل البئر، هل ترون الماء المتدفق؟ خطرت لي فكرة، لما لا نحضر دلواً ونملأها بالماء؟ أحضرت دلوين، هذه الأولى. واو، واو، ملأت الأولى. وهذه الثانية. واو، حسناً، هيا لنأخذهما إلى هناك. ولكن ما هذا؟ هذا كوخ الشاطئ، رائع. حسناً، لدي فكرة، سأضعهما هنا وأصعد إلى الأعلى. ثم سأسكبهما. هل أنتم مستعدون؟ واحد، الآن الدلو الثانية. ثلاث، اثنان، واحدة. حسناً، سأترك هاتين الدلوين هنا. سأنزل. أوه،
هذا كوخ منقذ الشاطئ. المنقذ يقف هنا ويحرص على ألا يغرق أحد وأن يبقى الجميع في أمان، ونحن نسبح في الماء. هاي، أتعلمون ما الذي يطفو فوق الماء؟ نعم، القوارب. واو واو واو، كأنني وسط المحيط. واو، أحب القوارب، فهي مفيدة جدا للإنسان لأنها وسيلة النقل في الماء. ماذا؟ سيارة؟ لا، ليست كالسيارة، فالسيارة تسير على اليابسة، أما القوارب فتطفو على الماء. واو، أترون ذلك؟ هيا تعالوا، هذا قارب ضخم جدا. واو، انظروا، سأصعد إليه، أتسلق كي أصل إلى القارب. واو، شاهدوا هذا، أترونه؟ إنه يسمى مركز المراقبة. رائع. يستعمل مركز المراقبة كي يتمكن البحارة من معرفة موقعهم في البحر. واو، ماذا هناك؟ ها، جبل جليدي؟ لا جبل هنا. أين ذهبت الأسماك؟ نعم، أرى أسماكاً، هذا القارب يستعمل للصيد. كيف علمت ذلك؟ لأنني رأيت هذه، انظروا، هذه عوامة، توصل العوامة بشبكة الصيد، وذلك لترى الشبكة وأنت على القارب. على ذكر العوامات، واو، واو، انظروا، هذه عوامة كبيرة، توضع هذه العوامة على حافة القارب عندما يرسو القارب في المرفأ لئلا يصطدم القارب بالمرفأ. هكذا نحافظ على سلامة القارب من أي خدش. حسناً، أريد أن أريكم شيئاً، تعالوا. مرحباً، أنتم في جوف القارب الآن وأنا على سطح القارب. إي 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 إي. سأنزل إلى الأسفل. حسناً، المكان مظلم هنا. واو، هذا مذهل حقاً، شاهدوا هذا. هاي، ها نحن أولاء على متن القارب. وهنا أيضاً بعض الأصدقاء، يبدو أنهم من البحارة. مرحباً. انظروا يا أصدقائي، أترون هذه الشبكة الضخمة؟ تسمى شبكة الصيد. حين تكونون في الأعلى وتصطادون الأسماك، ترمون الأسماك داخل هذه الشبكة. ابقوا هنا، سأريكم ذلك. واو، هذا مدخل شبكة الصيد، انظروا. واو، كأنني سمكة. أترونني؟ واو، مرحباً. رائع، إنه قارب كبير. مركز الدراجات الثلاثية، سنركب دراجة ثلاثية العجلات. هي كالدراجة الثنائية ولكن بثلاث عجلات. هيا لنرى، ما حجم الدراجة الثلاثية الذي يناسبك؟ صغير جدا، صغير، حجم وسط، كبير، كبير جدا. نعم. مرحبا، كيف حالك؟ أهلا، بخير، وأنت؟ بخير، أي خوذة أختار؟ أنصحك باختيار هذه. وافقت. واو، جيدة، قياسها مناسب. واو، شاهدوا كل هذه الدراجات الثلاثية. أيها كبيرة جدا؟ الحجم الكبير جدا هناك. شكرا، شكلها جميل. هيا لننطلق. لقد قلت إن الدراجة الثلاثية تشبه الدراجة الثنائية، ولكن هناك اختلاف واحد، هو أن لهذه الدراجة ثلاث عجلات بدلاً من اثنتين، لأن ثلاثية تعني ثلاثاً. لنعدها، واحدة، اثنتان، ثلاث. ثلاثية تعني ثلاثاً، وثنائية تعني اثنتين. والآن هيا بنا، انظروا إلى الأكواز. أترون كيف أستعمل الأكواز الزرقاء في مضمار العقبات؟ واو، ولكن ما هذا؟ هذا يسمى كوخ الطبيعة. حسناً، سأضع هذه هنا. سأعود لأخذها فيما بعد. جيد. رائع، شاهدوا هذا الكوخ. واو، انظروا.
أشعر، ثمة أشياء جميلة جداً كهذه العظام، تبدو كأنها جمجمة طائر. أوه، ولدينا هنا أكواز الصنوبر التي تأتي من الأشجار. أوه، وهذه قرون، إنها قرون الغزال. واو، وهنا ملصق يحمل بعضاً من أنواع الأزهار. أنا أحب الأزهار، فرائحتها زكية جداً. واو، انظروا هناك، هل رأيتم؟ هذا يسمى ميزاناً، أتعرفونه؟ إذا كانت هذه الكفة في الأسفل وهذه الكفة في الأعلى، فمعناه أن الشيء في هذه الكفة أخف وزناً. إذا لنجرب، سنضع الآن هذا الحجر الثقيل جانباً. أوه، صارت هذه الكفة هنا أثقل وزناً. حسناً، لنأخذ من هنا حجراً ونلاحظ، لا تزال هذه أثقل. حسناً، الآن هل توازنت؟ لا تزال هذه أثقل قليلاً. لنزل هذا الحجر الثقيل أيضاً ونستبدل به حجراً متوسط الوزن. أوه، انظروا، إنهما متساويتان، وهذا يعني أن الوزن في هذه الكفة مساو تماماً لوزن هذه الكفة. واو، لدينا أشياء كثيرة، سنجعلها تنزلق على هذه الزحلوقة. حسناً، لدينا صدفة. وكأنها زحلوقة أصداف. وكوز صنوبر. وأيضاً حجر. واو، انظروا إلى هذا، إنه يبدو كالمنحدر. هاي، لنجرب شيئاً ممتعاً، هل ترون الحجر؟ سينزلق. رائع، ولكن شيء ما مثل كوز الصنوبر هذا ربما يتدحرج. أجل، الكوز قد تدحرج، ممتع، هذا حجر. أوه، هذه قد تتدحرج، حبة موالح، هيا بنا. الآن لنذهب ونكتشف مزيداً، أنا سأركب الدراجة وبعدها نكمل الاكتشاف. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا، أظن أن هذه منطقة الحديقة. واو، شاهدوا هذه النباتات، جميلة جداً. نبات إكليل الجبل، رائحته مثل إكليل الجبل. واو، انظروا إلى هذه. واو، هذه زهرة نباتي الخرشوف، نستطيع أكل هذه الزهرة عندما تصير ثمرة. واو، شاهدوا فطائر الوحل هذه. نعم، علينا صنع فطائر الوحل، سنزينها كهذه أيضاً. أجل، واو، نبات متسلق. هاي، أزهار الباتونيا. واو، لون أزهار الباتونيا أرجواني. أوه، وهذه الأزهار لونها أحمر، وأزهار لونها وردي جميل، وهذه الأزهار صفراء اللون. واو، نستطيع هنا أن نصنع فطائر الوحل، ولدينا أشياء لتزيين الفطيرة، لكن سنستعملها بعد قليل. أولاً سآخذ طبقاً فضياً ونضع فيه بعض الوحل. حسناً، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، أربع غرفات كبيرة. ها نحن أولى، إنه يشبه الشوكولا. نعم، مثل كعك الشوكولا. حسناً، إذن سأضعها هنا. والآن هيا لنختر زينة الفطيرة، لدينا هنا بعض الأصداف وبعض أوراق الأشجار، ولدينا بعض الحجارة وأكواز الصنوبر. حسناً، هيا بنا لنضع أولاً كوز الصنوبر، سنختاره متوسط الحجم ونضعه في الوسط. وبعدها سنضع الحجارة. نعم، بهذه الطريقة. واو، يبدو الشكل جميلاً. حسناً، والآن سنضيف بعض أوراق الأشجار لنضعها عمودياً هكذا، تبدو جميلة. لنعدها، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس. حسناً، والآن هيا لنضيف
صدفة واحدة. أوه، إن داخل الصدفة ماء. سنضع هذه الصدفة في هذا المكان. انتهينا، كيف تبدو؟ إنها فطيرة وحل جميلة. أوبس. أوهو، انظروا، هذه منارة. هيا لندخل إليها. تعالوا. أوهو، مرحبا، من أنت؟ أهلا، أنا اسمي جيم. آه، اسمك جميل يا جيم. ما الذي تفعله هنا؟ أنا أعمل بحراسة هذه المنارة. حقا؟ لا شك أن عملك ممتع. إذن أيمكننا الصعود إلى الأعلى؟ نعم، يمكنكم ذلك بلا شك. استمتعوا بوقتكم. حسنا، هيا بنا. واو، وصلنا إلى سطح المنارة يا أصدقاء. أترون هذا المنظر الرائع؟ نرى من هنا مساحات كبيرة. تدور المصابيح التي هنا وتضيء حتى مسافات بعيدة ليستطيع من في القوارب رؤية مكان اليابسة. واو، حسناً، لقد استمتعت كثيراً بالتعلم بصحبتكم في متحف الأطفال التفاعلي في أولمبيا في واشنطن. رائع. لكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLIPPI. ليبي، أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير. إلى اللقاء.